كما ذكرتم أن هذه السفينة رفقت من قبل حاملة الطائرات ريغان إلى مكان آمن لمواصلة التحقيقات. وأنا أقول أن الولايات المتحدة قبلت موقف إسرائيل بأن هذا الاعتداء نفذ من قبل طائرة مسيرة، وهذه الطائرة المسيرة هي من صنف شاهد 137، وهذه الطائرة تستخدم من قبل الحوثيين في اليمن ضد أهداف في السعودية. طبعا كما قيل في التقرير أن إيران تحاول تصعيد الأوضاع في المنطقة وتحديد معادلة جديدة. كلما تقوم إسرائيل باستهداف ميليشيات إيرانية أو مستودعات للأسلحة المتقدمة التي تقوم بها إيران بتسليح الميليشيات في سوريا أو منظمة حزب الله، تقول إيران أنها تقوم بالاعتداء على أهداف إسرائيلية. ولا يكون معلوم لإيران أن مثل هذه المعادلة لن تكون مقبولة على إسرائيل. ولذلك بعد المشاورات التي أجريت ليلة أمس بمشاركة رئيس أركان جيش الدفاع وطبعا وزير الدفاع، وثم انضم رئيس الوزراء بنت لهذه المشاورات، قيل أن الرد سيكون كما وصف رد صهيوني، بأن كما كان في الماضي عندما قامت إيران بالاعتداء على أهداف إسرائيلية وإسرائيل ردت بهجمات إلكترونية على سبيل المثال قبل عدة أيام بتشويش حركة القطارات في طهران وأيضا فيما حدث في ناتانز. ولذلك على النظام الفاشي الإيراني الناسي. طيب سيد إيلي، تقول أن إسرائيل سترد كما وصفته رد صهيوني، إذا لماذا دعا وزير الإسرائيلي إلى تحرك دولي داخل الأمم المتحدة ضد إيران؟ صحيح، أولا إيران من كثر ما أرادت استهداف هدف إسرائيلي هي تورطت مع بريطانيا ومع رومانيا بعد مقتل مواطنين أبرياء على هذه السفينة. ووزارة الدفاع الإسرائيلية نقلت كل المعلومات إلى وزارة الخارجية لتقوم بدورها لنشر هذه الاعتداءات الإيرانية على سفن، لأن إيران هي اليوم تشكل تهديد ليس فقط على إسرائيل وإنما على العالم بأسره، وهي تشكل تهديد على الملاحة البحرية. ولذلك إسرائيل ستقدم أيضا شكوى إلى الأمم المتحدة بهذا الموضوع. ثانيا كانت هناك محادثة هاتفية بين وزير الخارجية الإسرائيلي لابيد وبين وزير الخارجية البريطاني، لأن من المواطن الذي قتل هو بريطاني. وهناك كانت فكرة بأن الرد على التحركات الإيرانية سيكون رد صارم، وأن إسرائيل اليوم لن تقعد مكتوفة الأيدي. طيب في هذه الجزئية نتحدث اليوم عفوا سيد إيلي، عن استهداف لناقلة استهدفت في المياه الدولية وأيضا قتل فيها بريطاني وروماني وتحمل علم ليبيريا، يعني هو استهداف دولي كما صنفه البعض. إذن هل ستكون تداعيات ذلك أو هذا الاستهداف مختلف عن حوادث سابقة مشابهة؟ إذن إسرائيل تقوم بعدة قنوات. القناة الأولى هي ستكون قناة دولية لتظهر بأن إيران هي دولة تتمسك بالإرهاب بشكل خاص. عندما يعتلي سدة الحكم في إيران إبراهيم رئيسي وهو معروف بصفة الجلاد، وثانيا بكل ما يتعلق بمحادثات الغير مباشرة بين الولايات المتحدة وبين إيران حول التوصل إلى اتفاق نووي. إيران تحاول أن تظهر بأن إذا لم توافق الولايات المتحدة
على الشروط التي طرحتها إيران على الولايات المتحدة وعلى الأسرة الدولية بشكل خاص على الدول العظمى، فإن إيران تقوم بمثل هذه العمليات. ولذلك إيران هي اليوم مورطة مع الأسرة الدولية، وإسرائيل تبرهن هذه الخطوة أمام العالم بأسره. أشكرك جزيل الشكر إيلي نيسان، محلل سياسي، كنت معنا مباشرة من القدس.